اسمي حنين العلي من المرحلة الدراسية الأولى ثانوية في ثانوية مدارس الفيصلية الإسلامية وفي المنطقة الشرقية. شعور فخور أني أنا وصلت لهذه المرحلة، ما توقعت صراحة أني بوصل لهذه المرحلة، وإن شاء الله أتأهل للمرحلة الآتية إن شاء الله. هذه أول مرة لي أني أنا أدخل في مسابقة بحثية، فبصراحة أنا ما كان عندي توقع أني راح أنجز هذا الطموح، أو يعني طموحي أنه ينشر بحثي وأني أمثل المملكة والناس تشوف إنجازات المملكة إن شاء الله. أكثر التنافس اللي معك بنفس المجال، أحس أن هم يبغون من كل مجال أشخاص عشان يبون تنوع في المشاريع، فأنا شفت أن أكثر طلاب اللي في المشاريع من المجال حقي اللي هو الطاقة، فكانت يعني تنافسية أكثر لي بالنسبة لي، لكن إن شاء الله إذا المشروع قوي راح ينجز أعمال مفيدة، لأنها حتى في لوحة العرض كانوا يعطونا نماذج أن كيف يكون شكلها في لوحة العرض وكيف نموذج الخطة والتعليمات وكل شيء، راح يسألونك المحكمين كل التفاصيل موجودة. بصراحة كانت كبداية كانت فقط يعني تحمست أني أنا راح أدخل عند المحكمين، لكن لما دخلت ارتجفت بالخوف صراحة، لكن المحكمين كانوا لطيفين وبشوشين ويتعاملون معك بلطف، يخلونك كأنه يعني مو كأنه تحكيم، وكان environment ان انا بشرح مشروعي بشكل وكان هذا شخص انت تعرفه من زمان من فترة اخذت راحتي معهم. يعني اسم مشروعي Electrical Reservoir Stimulation for Geothermal and Carbon Capture Applications. Goal of my project is to enhance the geothermal reservoir applications as in increasing the permeability of the reservoir and also enhancing the carbon emissions. احس حتى لو هو مو واثق في بحثه يسجل فيه، يمكن بكل حظ انه هو يطلع البحث كويس، يمكن اصلا نفس شخصيته والالقاء حقه يعجب المحكمين اكثر من الفكره نفسها، فيشوفون انه هو شخص قيادي ويساعدونا انه هو يطور فكرته وان شاء الله يتاهل. وصلت لهذه المرحله بفضل الله، ثم بفضل موهبه والجهود موهبه في ترشيحنا الى هذه النقطه، والورشات اللي تدريبيه اللي هم اعطونا اياها للتاهيل، وكل المعلومات موجوده في موقع موهبه، كل شيء نحتاجه كان موجود، وفروا لنا كل شيء.